يعطيك فوق الله. ما أبدأ به كلمتي هي ما قاله السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في رسالته أمس، للدلالة على أنه يرافق هذه العملية بنفسه، وقد رافقها. لماذا؟ لأنها ليست مهمة لوزارة من الوزارات أو قطاع من القطاعات، هي مهمة وطنية، مهمة جعلت السلطات العليا للبلاد كل ثقلها وكل قوتها مرافقة قرارات بقرارات مباركة، منها التكفل هذه السنة مثلا بحجاجنا في المدن البعيدة في جنوبنا الكبير من الولايات التي ليس فيها مطارات إقلاع، بنقل هؤلاء الحجاج على نفقة الخطوط الجوية الجزائرية في الخطوط الداخلية إلى مطارات الإقلاع. سيتوجه الفوج الأول بإذن الله إلى البقاع المقدسة، إلى بيت الله الحرام، فأنتم ذاهبون في هذه الرحلة الأولى إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ثم إلى مكة المكرمة، وسيرافقكم في هذه الرحلة المباركة مجموعة من أعضاء البعثة الوطنية أيضا يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المؤسسة والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بتنظيم الحج. أود أن أشيد في بعثة الحج الجزائرية، فقد تلقيت من المملكة أنها من البعثات الحج المميزة، فهذا يدل على العمل وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله وكافة المسؤولين من وزراء وقيادات، فمن هنا نقدم لهم كل الشكر والتقدير.